وإلى أبرز ما في النشرة، صدرت الإرادة الملكية السامية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتبارا من صباح الأحد الموافق 15 من شهر أيار الحالي. كما صدرت الإرادة الملكية بدعوة مجلس الأمة إلى الانعقاد في دورة استثنائية اعتبارا من يوم الاثنين 16 من هذا الشهر، بغية إقرار مشروع قانون صندوق الاستثمار الأردني لسنة 2016. 21 قانونا أقرها مجلس النواب 17 في دورته العادية الثالثة التي صدرت إرادة ملكية سامية اليوم بفضها اعتبارا من صباح 15 من أيار الحالي. من أبرز القوانين التي أقرها النواب في هذه الدورة قانون لا مركزية لعام 2015 وقانون معدل لقانون تشكيل المحاكم العسكرية لعام 2015 وقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2016 وقانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2014، إضافة إلى قانون معدل لقانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لسنة 2015 وقانون الانتخابات لمجلس النواب لسنة 2015، علاوة على قانون معدل لقانون أصول المحاكم الشرعية لسنة 2014 ومشروع قانون معدل لقانون الصحة العامة لسنة 2015. كما أقر المجلس في 28 من نيسان الماضي مشروع التعديلات الدستورية التي أحيلت إليه بصفة الاستعجال من قبل الحكومة، والتي تضمنت منح جلالة الملك حق تعيين ولي العهد ونائب الملك ورئيس المحكمة الدستورية وأعضائها ورئيس المجلس القضائي وقائد الدرك ورئيس مجلس الأعيان والأعضاء، كما منحت الحق لمن يحمل جنسية ثانية بتقلد موقع الوزارة والنيابة والعينية، ورفعت فترة ولاية رئيس مجلس النواب إلى سنتين بدلا من سنة واحدة. التعديلات الدستورية أتبعها المجلس في 8 من أيار الجاري بإقرار تعديلات على 6 قوانين كي تتواءم مع التعديلات الدستورية المقررة. إذن دورة عادية فضت وأخرى استثنائية على الأبواب في 16 من الشهر الحالي لإقرار مشروع قانون صندوق الاستثمار الأردني لسنة 2016. أقر مجلس الأعيان مشاريع القوانين الستة التي كان مجلس النواب أقرها الأسبوع الماضي لتنسجم مع التعديلات الدستورية الجديدة. كما أقر المجلس خلال جلسة عقدها اليوم عددا آخر من مشاريع القوانين، يجملها لنا التقرير التالي. انسجاما مع التعديلات الدستورية أقر مجلس الأعيان عددا من مشاريع القوانين المعدلة كما وردت من مجلس النواب، وهي قوانين الهيئة المستقلة للانتخاب وقوات الدرك والمخابرات العامة وقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية، بالإضافة إلى قانون الانتخاب واستقلال القضاء. وتلغي تعديلات القوانين الستة لسنة 2016 شرط عدم حمل جنسية دولة أخرى لمن يترشح لعضوية مجلس النواب، كما تلغي الشرط نفسه عمن يعين قاضياً، وكذلك عند تعيين رئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب. كما تتضمن التعديلات تعيين قائد الجيش ومديري المخابرات والدرك وإنهاء خدماتهم من قبل جلالة الملك دون تنسيب أو موافقة من أي جهة، فضلا عن تعيين رئيس محكمة التمييز وقبول استقالته. ووافق الأعيان على القانون المعدل لقانون البنك المركزي كما ورد من مجلس النواب، كما وافق الأعيان على قرار النواب برد قانون الأرصاد الجوية لسنة 2016. دولة الرئيس قال أن الأنظمة لا تسمح بإنشاء هيئة لتنظيم قطاع الأرصاد الجوية، والتوصيل تقول أن ما ورد في هذا القانون أنه نحاول نضعه في أنظمة والأنظمة لا تسمح بذلك. لذلك أنا بتقدير أن التوصية ما عاد إلى الوصول، نقدر نقول أن التعديلات اللي لا تتم والآخرية هذه ما بتفيد بالهدف اللي مرجوه، وده بده يكون في توصية. أنا برأيي لازم تكون التوصية أن تتقدم الحكومة بقانون جديد للتنظيم، هذا مع الأسباب الموجبة الواضحة. المجلس أقر أيضا قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2015 كما ورد من مجلس النواب، مع التوصية بأن لا يقوم مجلس الوزراء بإعفاء أي شخص من الغرامات المحكوم بها بمقتضى أحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية. وأصر الأعيان للمرة الثانية
على قرارهم بشأن القانون المعدل لقانون الصحة العامة. رأي الأعيان كان بشطب دواوين الجمعيات والروابط العشائرية من تعريف المكان العام الذي أضافه النواب سابقا، إضافة إلى منح وزير الصحة صلاحية اعتبار أي مكان غير وارد بالتعريف مكانا عاما، ما يتوجب عقد جلسة مشتركة للمجلسين لحسم الخلاف بينهما. هل ممكن يجينا واحد قال بيقول هذا تحت القبة هذا مش مكان عام، هذا مكان خاص، لأنه الفئة اللي تجلس فيه محددة معروفة إنه هذا مش عام، العام اللي هو للجمهور العام. طيب وبعدين مين قال دواوين العشائر ليش ما نقول ممنوع فيها؟ ليه؟ والجمعيات ليه ما يكون من هذا؟ خلص إنه شعبنا كله، ليش نعطي امتياز لو دواوين العشائر وللجمعيات ونمنع القبة مثلا؟ ليش؟ ستة مشاريع قوانين أقرها الأعيان اليوم في آخر جلساته في الدورة العادية، والتي صدرت الإرادة الملكية اليوم بفضها متبوعة بدورة استثنائية. حمد الخمايسة، رؤيا. أدان جلالة الملك عبد الله الثاني التفجيرات الإرهابية التي وقعت يوم أمس في العاصمة العراقية بغداد، وأدت إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين. جلالته وفي برقية بعث بها إلى الرئيس العراقي فؤاد معصوم أكد وقوف الأردن إلى جانب العراق أرضا وشعبا والتضامن معه في مختلف الظروف، معربا جلالته عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بضحايا التفجير الإرهابي، ومتمنيا للمصابين الشفاء العاجل. شيع أبناء محافظة الزرقاء فضيلة الشيخ المرحوم عبد الباقي جمو إلى مثواه الأخير الذي توفي يوم أمس بعد معاناة مع المرض. هذا ونعى رئيس الوزراء الدكتور عبد الله نصور الفقيد المرحوم عبد الباقي جمو مستذكرا مناقبه وجهوده في خدمة الوطن. وأعرب رئيس الوزراء عن تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد الكريمة، داعيا الله جلت قدرته أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه. الدنيا لا تدوم لأحد، ولو دامت لدامت للحبيب المصطفى. إذن هكذا حال الدنيا، لا تدوم لأحد ولو دامت، ولا نشر ولا حشر ولا نشر، إذ لو كان الأمر كذلك. اختتمت في عمان اليوم أعمال فعاليات معرض صفكس 2016 للمعدات العسكرية الدفاعية، حيث شاركت فيه أكثر من 380 شركة من 37 دولة. المزيد في التقرير التالي. مؤتمر صفكس الذي عقد على مدار 3 أيام جسد مبدأ التحاور وتعزيز نهج التشاركية الدفاعية، وكان السلام هي الرسالة التي حملها للعالم في مكافحة الإرهاب لتحقيق الأمن القومي وإيجاد الحلول والتحديات الأمنية التي تواجه العالم وتبادل الخبرات حول الأساليب المثلى للتعامل مع التحديات الأمنية. رسالة صفكس هي نفس رسالة الأردن، وهي التحاور والسلام. الحمد لله المعرض على نمو، 384 عارض من 37 دولة. اتفاقيات عديدة وقعت بين العديد من الشركات والدول المشاركة، أبرزها توقيع اتفاقية توريد 530,500 معطف شتوي خاص لعناصر الأمن العام و50,000 بدلة عمل شرطية بتكلفة إجمالية تبلغ 6 ملايين دولار. نحن من إدارة صفكس سيصنع بأيادي أردنية 100%. نعمل واجبنا للوطن وواجبنا لرسالة الوطن.
شيفكس أتاح للشركات العالمية عرض العديد من المعدات العسكرية التي تستخدم لمكافحة الإرهاب وغيرها، وخصوصا آخر ما توصل إليه مركز الملك عبد الله الثاني للصناعات الدفاعية من تصميم وتطوير، إضافة لعرض جهود المجتمع العالمي من أجل حماية مواطني دول العالم في ظل الظروف الملتهبة التي تعيشها المنطقة. أسامة العدوان، رؤية. أقامت مجموعات من المستوطنين صلوات وطقوسا تلمودية في باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس الشريف وفي الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، وذلك احتفالا بما يسمونه ويدعون أنه عيد استقلالهم، في وقت فرض فيه الاحتلال طوقا أمنيا وإغلاقا شاملا على الضفة الغربية. التفاصيل في التقرير التالي. في الوقت الذي يستعد فيه الفلسطينيون لإحياء ذكرى 68 لتشريدهم على يد عصابات الاحتلال، يحتفل الأخير بما يسميه بعيد استقلاله بإجراءات مشددة تضيق على الفلسطينيين، حيث فرض طوقا أمنيا شاملا على كافة المناطق الفلسطينية. هذه الإجراءات تأتي لتذكير الفلسطينيين بشكل دائم بنكبتهم، وأيضا في محاولة لإذلال الفلسطينيين من منع الحركة لهم ومن قدرتهم على العيش، سواء فيما يتعلق بالضفة الغربية أو التواصل مع أراضي 48. وهذا الأمر يتعلق ببنية التفكير الإسرائيلي. بالأمس فرض منع التجول على الأراضي الفلسطينية، ومما أدى إلى تزاحم السيارات على مداخل مدينة القدس وعدم السماح للمواطنين بالدخول. كل ذلك يأتي في إطار تهويد المدينة من حيث الطابع، ثانيا إقامة ما يسمى بالقدس الكبرى، ثالثا طمس الهوية العربية والإسلامية للمدينة. في ذات الوقت يأتي تكثيف اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى في القدس المحتلة والحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل وأماكن مقدسة أخرى، بينما يمنع الفلسطينيون من دخول القدس والمناطق المحتلة عام 48. هذه الاقتحامات المتزايدة عادة تبدأ بالدخول من باب المغاربة والخروج من باب السلسلة. هناك الإغلاقات على مدينة القدس كبيرة، مما يتيح لهؤلاء أن يتجولوا في القدس على حساب المواطنين الفلسطينيين وخاصة في الأعياد اليهودية. هي محاولة لاستغلال هذه المناسبة لتذكير الفلسطينيين أيضا بأن الإسرائيليين لديهم سطوة على الأماكن الدينية، ويهدفون لتكريس أمر واقع فيما يتعلق بهذه المناطق بوجود الإسرائيليين والاحتفال بها، وربما إقامة صلوات في مناطق مختلفة وخاصة في ساحات المسجد الأقصى. لا يكتفي الاحتلال بأنه يحتفل فوق مأساة الفلسطينيين ونكبتهم بما يسمى بعيد استقلاله، لا بل يفرض طوقا أمنيا شاملا وإغلاقا عليهم لمنع حركتهم سعيا لإذلالهم من أمام حاجز بيت إيلان المقام على أراضي مدينة البيرة المحتلة. حافظ أبو صبرة، رؤية. بعد إغلاق دام 85 يوما، فتحت السلطات المصرية أبواب معبر رفح البري مع قطاع غزة بشكل استثنائي لمدة يومين، وسط مطالبات من أهالي القطاع بفتحه بشكل دائم للتخفيف من آثار الحصار الإسرائيلي المفروض عليهم منذ أكثر من 9 أعوام. 85 يوما مرت على إغلاق معبر رفح، ذلك المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة نحو العالم الخارجي بعيدا عن الاحتلال الإسرائيلي الذي يسيطر على كل ما يدخل ويخرج من القطاع. على هذا المنفذ تتوقف أحلام الغزيين من طلاب علم وأصحاب إقامات وحتى المرضى، ويعيشون أوقاتا تدمي القلوب أمام بوابة تفصلهم عن مستقبلهم ومصيرهم في الكثير من الأحيان. تشايف معنا يعني هي الأمان الوحيد اللي احنا عايز زي الناس، ما قبلنا نقدر نتحرك فيه يعني زي الناس، ان اولادنا يطلعوا عادي يدرسوا يتعالجوا. ما أن أعلنت السلطات المصرية عن نيتها فتح معبر رفح البري ليومين متتاليين حتى تسابق عشرات الآلاف من المواطنين إلى بوابات المعبر، أملاً بحظ يحالفهم بالخروج من سجن غزة الذي قضى على أحلامهم وأمالهم في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. والله إحنا أول ما بدأنا رحنا في رمضان اللي فات، رحنا سجلنا وكنا المفروض نطلع من طلعتين، ما حصلش نصيب. المرة اللي فاتت يومين، قبلها يومين، المرة هذه 3 أيام،
والمرة دي برضو بيقولوا كنا مش متوقعين كمان نطلع المرة هذه. ما هو لو المعبر يفتح أسبوع 10 أيام كل بيسلم. وعلى الرغم من أن ملف معبر رفح أحد أهم الملفات التي طرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارته للقاهرة، ورغم التعاطف المصري مع واقع قطاع غزة المرير، إلا أن جميع الأطراف ما زالت تؤكد على إمكانية معبر رفح بشكل منتظم في حالة واحدة فقط، وهي أن تقدم حركة حماس على تسليم إدارة المعبر لحكومة الوفاق الوطني بشكل كامل. إذن هو حل سياسي فقط هذا الذي يحمل مفتاح الإفراج عن مواطني قطاع غزة، هذا المفتاح الذي سقط في جيب الانقسام منذ أكثر من 9 سنوات وأفقد من في داخل هذا الصندوق قدرتهم على الحركة. منى عوكل، قناة رؤيا، غزة، فلسطين. وإلى جولتنا الإخبارية حول العالم، وفيها العديد من الأخبار، من بينها أطراف النزاع اليمني يبحثون في الكويت الانسحاب من المدن اليمنية، وتظاهرات للمعارضة الفنزويلية للمطالبة باستفتاء ضد الرئيس. بحث أطراف النزاع اليمني المجتمعين في الكويت برعاية الأمم المتحدة في مسائل انسحاب المتمردين من المدن واستعادة مؤسسات الدولة، إضافة إلى عدد من المسائل الأمنية بحسب ما أفادت المنظمة الدولية. وجاء ذلك خلال لقاءات مباشرة عقدت الأربعاء بين ممثلين لحكومة الرئيس عبد رب منصور هادي المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية والحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح برعاية مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد. علقت مهام رئيسة البرازيل ديلما روسيف مع بدء إجراء إقالتها أمام مجلس الشيوخ بتهم التلاعب بالحسابات العامة، وصوت مجلس الشيوخ بغالبية 55 من أصل 81 عضوا لصالح توجيه التهم إلى الزعيمة اليسارية، فيما عارض ذلك 22 عضوا، وسيتولى نائبها اللبناني الأصل ميشيل تامر السلطة إلى حين صدور الحكم النهائي لمجلس الشيوخ بحلول 6 أشهر. عثر على قطعتي حطام في جنوب إفريقيا وجزيرة موريشيوش مصدرها بصورة شبه مؤكدة طائرة الخطوط الجوية الماليزية التي فقدت قبل سنتين وفق ما أعلنت السلطات الأسترالية الخميس. وقام المكتب الأسترالي بالكشف على قطعتي الحطام التي عثر عليها في موسل باي بجنوب إفريقيا وفي جزيرة رودريغز التابعة لجزيرة موريشيوس في المحيط الهندي. وكانت السلطات أعلنت في آذار أن قطعتي حطام عثر عليها في موزمبيق مصدرها شبه المؤكد الطائرة الماليزية المفقودة. تظاهر آلاف الأشخاص في جميع أنحاء فنزويلا الأربعاء بدعوة من المعارضة لمطالبة السلطات الانتخابية بتسريع الإجراءات لتنظيم استفتاء عام على إقصاء الرئيس نيكولاس مادورو عن السلطة. وكان تحالف المعارضة في طاولة الوحدة الديمقراطية الذي يشكل أغلبية في البرلمان دعا أنصاره إلى التحرك أمام مكاتب المجلس الوطني الانتخابي في كل منطقة. تسلمت وزارة المياه والري أجهزة تنقية مياه متطورة وحديثة بموجب منحة من الوكالة الفرنسية للتنمية تقدر قيمتها بمليوني دولار أمريكي. وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر، وخلال جولة له في مختبرات الوزارة رافقه فيها السفير الفرنسي في عمان، أوضح أن الأجهزة المقدمة ستستخدم للتأكد من مدى سلامة ونوعية المياه والكشف عن كافة الملوثات الكيماوية والإشعاعية والجرثومية طبقا للمواصفات العالمية والمحلية. نقوم بين فترة وأخرى بتحديث أجهزة مختبرات سلطة المياه المركزية، وهذه المرة تقدمت الحكومة الفرنسية مشكورة بأجهزة هذه المختبرات بقيمة حوالي 2 مليون دولار. ستكون هذه الأجهزة ذات فائدة عالية من حيث المراقبة، هذه الأجهزة متطورة، نستطيع الآن أن نقوم بتحليل بعض العناصر الكيماوية التي والفيزيائية التي لم نكن باستطاعتنا في السابق أن نحللها.
يعد مشروع جري مياه سد الموجب إلى مناطق شمال محافظة الكرك من المشاريع الريادية، حيث نفذت جميع مراحله بأيد أردنية وفقا لأحدث المواصفات العالمية وبوقت قياسي، وحصل المشروع على الجائزة الأولى لأفضل المشاريع العالمية للمياه والصرف الصحي للعام 2015. مشروع جري مياه الموجب في التقرير التالي. مشروع حيوي وهام أنجز بكوادر وطاقات أردنية، مشروع جري مياه سد الموجب إلى محافظة الكرك الذي حصل على الجائزة الأولى لأفضل المشاريع العالمية للمياه والصرف الصحي خلال أعمال القمة العالمية للمياه بعد تنافسه مع 500 مشروع عالميا للمياه والصرف الصحي. نفذ هذا المشروع بفترة وجيزة، كان تحدي كبير للكادر القطاع الخاص وكادر الجهاز الإشراف العام على أن ينفذ هذا المشروع في 15 أشهر، والحمد لله تم تنفيذه وتمكننا من الحصول على الجائزة الأولى من ضمن 500 مشروع مياه في العالم. مشروع جري مياه سد الموجب من المشاريع العملاقة التي نفذتها وزارة المياه لمواجهة النقص في كميات المياه بمناطق وقرى شمال الكرك وتزويدها بحوالي 5 ملايين متر مكعب من المياه سنوياً بتمويل كويتي. تشرف الصندوق الكويتي أن يلبي طلب الحكومة الأردنية للمساهمة في تمويل المشروع، والحمد لله يعني تم توفير التمويل والمشروع تم إنجازه بالكامل وحصل على الجائزة الأولى، الجائزة العالمية الأولى، وهذا دليل على أن المشروع تم دراسته بشكل كامل. أنجز المشروع بفترة زمنية قياسية لم تتجاوز 5 شهور بمنطقة ترتفع عن سطح البحر 150 مترا إلى خزان شيحان، ويشمل على محطة رفع وسطية لضخ المياه إلى منسوب محطة المعالجة. المشروع بحد ذاته للمكونات الأساسية لم يزيد عن 10 مليون، وأنا بتصور هذا المشروع ضمن هذه الكلفة هو مشروع ريادي، ومن أجل هذا السبب حسب هذا المشروع، من أجل هذه الريادية في هذا المشروع وصعوبة الإنجاز زي ما انت شفتي في هذه المنطقة حسب من أفضل 500 مشروع. مشروع جري مياه سد الموجب أقيم لمواجهة تحدي شح المياه بمنطقة الكرك التي ستشهد تحسناً ملحوظاً في خدمة التزود المائي من خلال الكميات ونوعية المياه. ليلى خالد، رؤيا. احتفلت فعاليات شعبية ورسمية في محافظة معان بذكرى الإسراء والمعراج الشريفين، حيث استذكرت هذه الفعاليات أبرز المعاني والعبر التي تحملها هذه المناسبة للأمة الإسلامية جمعاء. أجواء سادتها الروحانية والصفاء، استذكر فيها مواطنو مدينة معان رحلة الإعجاز، رحلة الإسراء والمعراج، لما تحملها من معان وعبر شكلت جزءا هاما من الشعور الديني لدى الأمة الإسلامية. هذه الرحلة الكبيرة الخارقة للعادة التي أكرم الله تعالى بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة تحديدا، ونجد دروسها وعبرها حاضرة في حياتنا. من أجل دروس الإسراء والمعراج أن الله تعالى كرم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالعروج إليه لينال به أعلى درجات القرب إلى الله سبحانه وتعالى. الحفل الذي تعاون في إقامته مركز معاني الإسلامي الثقافي ونادي معاني الثقافي الرياضي احتوى عددا من الكلمات التي أكد متحدثوها على ضرورة أن تكون هذه المناسبات فرصة للنظر إلى واقع الأمة الحالي، خصوصا في ظل ما تعانيه من ويلات وحروب. طبعا هذه مناسبة عزيزة علينا وعلى الأمة الإسلامية جمعاء، مناسبة ذكرى الإسراء والمعراج الشريفين. هذه الذكرى التي نعتز دائما ونفتخر بأن نحتفل بها. هي الذكرى ذكرى طيبة نعيد فيها المجد الذي خلده الإسلام للأمة الإسلامية والتاريخ الإسلامي العتيد. اختتم المهرجان بوصلة إنشادية أدتها فرقة الحسين للإنشاد، تغنوا بها بالنبي صلى الله عليه وسلم وعظمة رسالته وجهده في نشر إسلامنا السمح. محمد دويرج، رؤيا. أرجأت سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي العطاء الجديد لتنفيذ وسط مدينة وادي موسى إلى إحدى الشركات المحلية، حيث من المقرر أن يتم العمل على تطوير المنطقة التي تعد بوابة الدخول الرئيسية إلى المدينة الوردية.
50 عاما مرت على تنظيم شوارع مدينة وادي موسى السياحية التي تعد معبرا للمدينة الوردية، إلا أنه مع مرور الوقت وارتفاع عدد الزائرين للمكان أصبحت مدينة وادي موسى ضيقة على أبنائها وسائحيها لضيق شوارعها وقدم بناها التحتية. سلطة إقليم البتراء قررت مؤخرا تنفيذ مشروع تجديد وسط مدينة وادي موسى لرفع مستوى الخدمات المقدمة هناك وتطوير البنى التحتية للمدينة التي تعد الواجهة السياحية لإقليم جنوب المملكة. هاي الخطوة من سلطة إقليم البتراء ومفوضية البتراء في تحسين وسط المدينة خطوة مشكورة يعني، ونتمنى المزيد من هذا الخطط وتفعيل خططهم إذا في خطط خمسية أو عشرية، والهاي اللي من المقابل في ذلك أنه هاي بتوفر فرص عمل للمجتمع المحلي، مشاريع برضو بتضيف إضافة لأنه تطيل إقامة السائح في البتراء. تفاصيل هذا المشروع تهدف في المقام الأول إلى إثراء المدينة بمعالم الحضارة والتطور مع المحافظة على جماليات تراثها السياحي، حيث يحتوي المشروع على خطة توسعة للشوارع والمباني والمحال التجارية في وادي موسى واستحداث مواقف للسيارات مكونة من طابقين تحت الأرض تتسع لنحو 400 سيارة، علاوة على إنشاء أماكن ترفيهية تواكب مختلف الفئات العمرية. باشرنا مؤخرا بمشروع تطوير وسط البلد. هذا المشروع صحيح ذو بعد اقتصادي هام وبعد تنظيمي داخل الإقليم وبعد خلق منتج سياحي جديد. هذا المشروع مشروع كبير يتألف في مرحلتين، باشرنا في المرحلة الأولى الآن. مشاريع جديدة تسعى في مقامها الأول لرفد المدينة باستثمارات ترفع من سوية اقتصادها، وأنظار تترقب انتهاء مشروع تطوير وادي موسى الحاضن للمدينة الوردية. في سعيها الرامي إلى نشر الثقافة السياحية في المملكة، أطلقت وزارة السياحة والآثار وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم مبادرة توعوية حملت شعار دليل سياحي لكل مدرسة. إيماناً من وزارة السياحة والآثار بالدور الفعال للدليل السياحي في نشر الوعي بأهمية السياحة في المجتمع الأردني، واستناداً إلى أن الطلب هم النسبة الأكبر في المجتمع، قام أعضاء من جمعية أدلاء السياح الأردنية بإلقاء محاضرات لطلبة المدارس للتحدث عن أهمية قطاع السياحة. لازم نوجد حل أو نوصل هاي المعلومات لأكبر قطاع ممكن، فكانت موضوع المدارس اقترحنا نفسنا، أو بالبداية كانت تطوع أن بنتطوع أن نوعي المدارس ونجهز لهم برنامج. المبادرة تستهدف في مرحلتها الأولى 300 مدرسة في مديريات تربية عمان لتعزيز الثقافة السياحية والتعريف بما يحتويه الأردن من كنوز أثرية ومعالم سياحية. تم ترتيب مواد عدة درست بعناية بين الثلاث جهات اللي هي السياحة والتربية والتعليم وجمعية أدلاء السياح، وحاليا بنحاول نوصلها لطلابنا وطالباتنا حتى يكونوا كلهم أعضاء فاعلين في مجتمعنا، لأنه بلدنا الأردن هي كنزها وثرائها، هي أبنائنا وبناتنا اللي هم راح يكونوا سفراءنا في البلد وفي خارج البلد إن شاء الله. الإسهام في تغيير النمط السلبي في الرحلات وتوجيه الطلبة نحو الحفاظ على الموقع السياحي وممارسة السلوك الإيجابي مع السائح ليعكس انطباعا إيجابيا لديه الهدف الأساسي للمبادرة، بالإضافة إلى توجيه الطلبة نحو التعامل مع السائح بتقاليد الضيافة الأردنية. ليلى خالد، رؤيا. وإلى زاويتنا اليومية وهذه المشاهد واللقطات وبلا تعليق. Avec nous sur le tapis rouge, le scénariste Jean-Claude Carrière.